جائزة اختيار الجمهور عن فئة الأفلام الروائية، وقد ذهبت لفيلم فشل لنادين الصايغ من لبنان. في صف الآنسة لينا يفتقر الطالب إبراهيم الذي يبلغ من العمر 11 عاماً إلى الحافز بسبب أسلوب الآنسة الصارم في التدريس. تعرف الآنسة لينا بانتقاداتها القاسية وعلاماتها المتدنية خاصة تجاه إبراهيم الذي يعاني من صعوبات تعلم، ومع ذلك يفاجئ إبراهيم الجميع بإظهار موهبة وإصرار استثنائيين في مسابقة الشطرنج. الممثلة يارا زخور موجودة معنا لتستلم الجائزة، وعندنا أيضا كلمة مسجلة من نادين، أو ممكن هلأ نسمع من يارا ومن بعدها. إجت حضرت لها جملة قوية. شو يا ناصحة؟ قلتي لي بدك تصيري دانسر وممثلة؟ إذا بدهم دور بشعة بيحكوكي. هيدا حديث بين بنتين بمدرستي أنا، وكان موجه لإلي أنا. لقيته بدفتر يومياتي وحد منه صورة لإلي من سنة 2000. مسكتها وقلت أوف، هالقد كنت ناصحة؟ بتذكر كتير منيح شو كنت حس مع كل كلمة، كل نظرة، كل ضحكة تنمر، وبتذكر بأي حالة كنت أرجع على البيت. وكمان بتذكر إنه بسبب هيك أحاديث أخذت قرار واحترفت الرقص واحترفت التمثيل. شو بده يطلع منك؟ هيك بتقول مثلينا لإبراهيم، مثلينا اللي بلعب دورة. بس هالصبي صغير ملك الصفورة بذكاء برهن لمعلمته ولأصحابه إنه طلع من أمره شيء. نقطتين كش ملك. من كم يوم فتحت جرور خزانتي وكمان لقيت ألبوم صور جديد. في صورة لفتتني أنا واقفة على المسرح سنة 2022 عم بستلم جائزة أفضل ممثلة. ابتسمت. كلنا تعرضنا وبعدنا منتعرض للتنمر صغار وكبار. تنمر منه بس بالحكي، هو بالفعل، بالأفكار. تنمر هو موقع جغرافي كمان، ببلش بالبيت، بالمدرسة، بملعب الفوتبول، بصف الرأس. تنمر مش بس بيرافق اللي بيسموه فشل، بيرافق كمان النجاح. يعني رح فسركن، تخيلوا معي. اجت قال ربحت جايزة، قال أكيد شاريتها. شو؟ ما بقى تتهدى؟ إيه ما بقى نتهدى. والبرهان فيلم فيلير يلي فرجينا إنه بصف الرياضيات تبع مثلينا درسنا إنه إذا منجمع الإرادة والإيمان ومنضربهم بالقرار الصحيح ومنطرح منهم السلبية نحصل على النجاح. مبروك. مبروك الفشل يعني فيلير، غريبة مش هيك؟ لأن من الفشل منتعلم ومنتقدم. مبروك لنادين الصايغ مخرجة العمل، ومرسي على ثقتها، ومبروك لكل الفريق، وشكرا للناس اللي اختاروا هالفيلم. شكرا منتر أرابيا، شكرا أصحاب السمو. وبس ترجعوا على البيت افتحوا الجرور شوفوا صوركن وابتسموا. سهرة ممتعة للجميع. شكراً يارا. الآن رح نستمع لفيديو مسجل من نادين. مرحبا لجميع الحضور، مرحبا منتر أرابيا. بدي أتشكركم كتير لأنه خلال هيدي الظروف الصعبة عم بتحاولوا أنكم تزرعوا الأمل والبسمة بقلوب الشباب. شكر خاص لفريق العمل فرداً يلي ساهم بنجاح هيدا الفيلم، وبالأخص الممثلة يارا زخور يلي اليوم موجودة معكم. ولأنه أحلى لغة بيحكيها الإنسان هي الحب، كل الحب لكل مين ساهم ودعمني لجائزة People's Choice Award. ولكل مين عم بيسمعني بحب إلكن وسقوا بحالكن، لأنه أحلى شيء بس الإنسان يحلم وما تخلوا ولا حدا يوقف بوجه أحلامكن. شكراً. نادين عماد السلام.